قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والسلامة هي مفاصل الإنسان، والحديث يبين الفضل الكبير لصلاة الضحى، فهي تجزئ عن 360 صدقة، لأن عدد العظام في جسم الإنسان هو 360 عظمًا.